السلام عليكم بنات، كي دايرين؟ كلشي بخير؟ نتوما لاباس؟ كنتمنى وانتوما كتشاهدوا قناه حنان الطيبي تكونوا بخير وعلى خير وبالف سلام وبصحه جيده. قبل ما نبدا لا فيديو معكم كنشكركم بزاف على لي لايك ديالكم، على التعاليق الزوينه ديالكم، وتنقول للناس اللي يلاه دخلوا ولا انضموا لعائله قناه حنان الطيبي تنقول لهم مرحبا والف الف الف مرحبا. دونك اليوم ان شاء الله بحول الله في هذا الفيديو غادي نهضر لكم على واقي شمسي، بحكم هاد الشميشه اللي كاينه ضروري خاصنا الواقي الشمسي، وبحكم فيكم بعض اولا فئه ديال الناس اللي حتى الصيف عاد كيديروا الواقي الشمسي. ما فيها باس، غنحاول نشارك معكم بزاف ديال انواع الواقيات الشمسيه كي مولفه كل عام على حسب كل نوع ديال البشره. قبل ما نهضر لكم على الواقي الشمسي، قبل ما نهضر لكم على الواقي الشمسي خاصنا نعرفوا الفوائد ديالو للبشره. من الفوائد شنو عندنا؟ اولا بنات وقبل كل شيء هو تجنب الجلد من السرطان، كذلك محاربه البشره من الحروقات، محاربه من البقع الداكنه، من التصبغات، محاربه كذلك من التجاعيد الناتجه عن اشعه الشمس، معالجه علامة الشيخوخة، ومحاربة البشرة من الجفاف ومنحها رطوبة. دونك هذه الفوائد كلها يعني ماشي غير حتى نقولوها وصافي، ولكن هي بصح مهمة للبشرة. دونك هذا الواقي الشمسي البنات اللي جيت نشارك معكم اليوم هو ديال لاغام لاغوش بوزي، طبيعة الحال اونتيليوز، ولكن اين اونتيليوز؟ كم تعرفوا بان لاغام لاغوش بوزي الاونتيليوز فيهم بزاف، كنقول لكم ديما فيهم بزاف ديال لي ريفيرونس. دونك هاد الواقي غنشاركو معكم هنا في الشاشه اللي هو اونتيليوز اويل كوريكت، هذه هي السميه ديالو. يعني من بعد ما تفرجوا في لا فيديو كامل الا اقتنعتوا به وكنتوا باغين تاخذوه، حاولوا انكم تسكرينيو وتوريو ليها باش ما تغلطش لكم السيده اللي كتكون في لاباغا، ما تغلطش لكم في النوع ديالو، حيت كما قلت لكم هما فيهم بزاف ديال الاشكال. دونك هاد ليكرون هذا اللي هو اونتيليوز اويل كوريكت، اويل اللي هي كتعني الزيوت، دونك من نقولوا زيوت مباشره انه غادي يكون صالح للبشره الدهنيه، وكذلك صالح للبشره الحساسه، صالح للبشره الحساسه. تنحاول ديما البنات في الفيديوهات ديالي انني نحاول نشارك معكم منتوجات بطبيعه الحال اللي كتكون بالتجربه ديال حنان الطيبي اولا بالتجربه ديال الاقارب ديالها، حيت راه ما يمكنش تكون عندي انا بشره جافه ومره تكون عندي دهنيه ومره تكون عندي مختلطه. دونك بشرتي جافه، الناس اللي تنعرف عندهم بشره دهنيه وكنصحهم منتوجات وكنلقى بان النتيجه ديالها زوينه ويعني وكتشرف وكتحمر الوجه انني نشاركها معكم، فكنشاركها معكم. المهم هذا الواقي الشمسي غادي نعرفوا المكونات ديالو وقتاش يمكن لنا نستعملوه وشحال ديال الوقت يمكن لنا نستعملوه وشنو هي الفعاليه ديالو. بطبيعه الحال خاصنا نعرفوا بان لاغوش بوزيك اونتيليوز اويل كوريكت كيوفر لنا حمايه جد عاليه من الاشعه فوق البنفسجيه، ومن بين المكونات ديال هذا الواقي الشمسي حمض ساليسيليك اولا لاسيد ساليسيليك. حمض ساليسيليك اللي حتى هو من الفوائد ديالو للبشره انه كيتميز بالقدره على تذويب الشوائب التي تسد مسام البشره، كذلك هو مضاد للالتهابات ومعالج لكل انواع البثور التي تظهر على سطح الجلد. وبالنسبه للمكون الثاني اللي هو النياسيناميد، هاد النياسيناميد اللي كيتميز بتفتيح البشره، معالجه التصبغات، البقع الداكنه، علاج حبشباب، مقاومه جميع المشكلات الجلديه بما فيها الاكزيما، الحكه، الاحمرار، التهيج. كذلك مكون اخر اللي هو الزنك، الزنك اللي هو غني عن التعريف، اللي كيحمي لنا البشره من اشعه الشمس بطبيعه الحال. علاش؟ لانه يعمل كمضاد للاكسده، والزنك هو العامل الاساسي لتهدئه البشره، يعني تخفف لنا جميع الالتهابات، كذلك حتى هو بما فيها الاحمرار، الورديه، التهيج،
الحكه الكزيمه يعني الزنك عنده واحد الفوائد كثيره كثيره للبشره. يعني بالنسبه اذا كانت عندكم بشره حساسه ودهنيه، هاد الواقي الشمسي يعني خذوه بعينكم مغمضين، وما تخافوش انهم يدير لكم شي حساسيه للبشره. كذلك هذا الواقي الشمسي نعرفوا لا تيكستور ديالو او النسيج ديالو هو غير زيتي، يعني واخا هو راه كتسمي اونتيليوز اويل، يعني هو زعما ما غاديش يخلي لك البشره مزيته، وكيحاول انه يخليها بحال هكا ناشفه بحال ما كاين حتى شي حاجه، حيت هذاك لا تيكستور ديالو او هذاك القوام ديالو كيتابسورب وكيدخل في البشره بسرعه وما تيبقاش عطينا واحد المنظر خايب للبشره. كذلك البنات هذا الواقي الشمسي اللي هو اونتيليوز اويل كوريكت من الفعاليه ديالو اولا من النتيجه اللي تعطي، يعني هذا الشيء اللي غادي نقول لكم ماشي جبتو لكم من راسي ولكن من لابوغاتوار ديال لاغوش بوزي، يعني بعد ما داروا اختبارات على هذا الشيء كامل، هو انه اولا كيعطينا نتيجه اولا فعاليه 15% من المسام المرئيه، يعني دوك المسام اللي تكون عندهم مشاكل مسام واسعه كيحاول، يعني ماشي 100% انا قلت لكم 15% كيحاول انه يغطي لنا دوك المسام، و 29% من العيوب المرئيه. العيوب شنو كنقصدوا بها؟ كنقصدوا بها اللي تيكون الوجه مطبع، يعني ما موحدش اللون ديال البشره، بقع داكنه، تصبغات، جفاف البشره، هو تيعطينا 29%، يعني ماشي كيعطيكم هاد النسبه اللي عطيتكم هي اللي كيعطيكم في مره، هذه يعني من الاسبوع الاول كتلاحظوا هاد النتيجه هذه. وكذلك 5% من علاج حب شباب، حيت هاد لونتيليوز هادو هذا صالح حتى الناس اللي عندهم لاكنة، يعني الناس اللي عندهم البشره معرضه لحب شباب صالح لهم هذا الواقي الشمسي. وكذلك البنات قبل ما ننسى هذا الواقي الشمسي هذا بطبيعه الحال فيه الينابيع الحراريه ديال لاغوش بوزي اللي كتميز حتى هي بتهدئه البشره، ضروري نقولها لكم نسيتها في الاول. مهم البنات هذا الواقي الشمسي هذا هو بدون عطر بدون كحول ثم بدون مسببات حساسيه، يعني تكون عندك البشره كما بغات تكون حمراء ورديه كما بغات تكون، ما غاديش يسبب لك حساسيه نهائيا. بالنسبه لطريقه الاستعمال ديال هذا الواقي الشمسي بطبيعه الحال كتعرفوها فما فيها باس ناكدها لكم اكثر، هو ان هذا الواقي الشمسي خصك ديريه 30 دقيقه قبل ما تخرجي، نص ساعه قبل ما تخرجي، وبطبيعه الحال ما نساوش اننا نستعملوه كل جوج سوايع بلا ما نغسلو وجهنا كل مره بحال هكا، يعني هكا دايره ديجا هكا الواقي الشمسي ولا فون دو تان ولا هذا كديريه فوق منه كل جوج سوايع، هادشي باش مزيان الواقي الشمسي اللي تيكون انفيزيبل، يعني اللي كيكون لاكريم ديالو بيضاء تيكون زوين انك تستعمليه كل جوج سوايع ما كاينش اشكال. بالنسبه للثمن ديالو البنات المهم هو ما بين 170 درهم حتى 180. المهم البنات وصلت للنهايه ديال لا فيديو، كنتمنى ان هاد لا فيديو تكونوا استفدتوا منه واخا غير شويه، وإلا عجبكم لا فيديو ما تبخلوش عليا باللايك وبالتعليق زوين بحالكم، وغادي نقول لكم الى فيديو اخر ان شاء الله، مع السلامه.